جمهور النادي الاهلي اللي بالملايين واللي احنا عارفينه على مستوى العالم كله عايز حاجتين، عايز اداء ونتيجه. مش عايز حاجه واحده، يعني ما ينفعش يبقى اداء من غير نتيجه ولا نتيجه من غير اداء. دايما بيحب الاثنين لان جمهور طماع. صح، طماع بالمعنى الحلو، مش الحلو، لان الاهلي يعودوا على ده يا كابتن، لانه الجمهور الراقي عايز دايما يستمتع بالاداء. صح، ويفرح بالفوز. صح، يبقى مبسوط ان في اداء حلو وفي نفس الوقت في اهداف بتيجي، فيبقى يعني انت متعتيني وفي نفس الوقت اديتيني الفوز اللي انا ببقى ماشي في الشارع يعني رافع راسي كده وانا عامل حساب ان انا اسعدت جمهوري من حيث الاداء ومن حيث النتيجه. صح، وبالتالي هتبص تلاقي الهجمات اللي بتيجي على النادي الاهلي بتبقى هما يعني قليله جدا. ليه؟ لانه بيبقى في ضغط من البدايه بيمنع الهجمه من بدايتها عشان الفريق المنافس ما يبتديهاش. صح، ودي برضو ميزات ان لعيبه النادي الاهلي دايما اللياقه البدنيه بتاعتهم بتبقى عاليه. طريقه اللعب دايما بنستخدم احسن مدربين سواء مصريين او اجانب من خلال الاداره، وبالتالي المدرب اللي بيجي باداره النادي ولجنه التخطيط وكل المسؤولين عن وعلى راسهم رئيس النادي اللي بيحصل انه بيجيب مدير فني يجيب لعيبه على اعلى مستوى بحيث انه يحافظ على المستوى اللي يرضي بيه جماهيره واللي يرضي بيه ضميره، ان هو بيجيب احسن مدير فني من وجهه نظره. مش لازم يكون عنده خبرات كتيره، ولكن زي ما جبنا جوزيه وجبنا زي ما جبنا فايلر الخبرات معقوله، لكن الشخصيه السمات الشخصيه اللي موجوده في المدير الفني مهمه جدا. الى جانب النادي بيوفر له كل اللعيبه اللي هو بيطلبها، وبالتالي يبقى حققنا المعادله انك انت عندك جماهير كبيره وعندك اداره وعندك لاعبين وعندك جهاز فني. ده بيساوي بطوله.